البركوكس. البركوكس اليوم باش نقدم لكم البركوكس. هذا اليوم طبقنا البركوكس بالعلوش حضر، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله كل عام وانتم حي بخير. معكم الشيف فاطمة بالمطعم التركي بالحامة ولاية يابس. مرحبا بكم، اليوم باش نقدم لكم البركوكس بالحم العلوش على الطريقه الحميه. باش نقدم لكم مكونات اللي هي لحم علوش، شويه كليل، سفناريا وبصل، حمص، هروس جبسي، طماطم معجونه، ملح، كركم، بهارات، فلفل اكحل، وهذا ما ننسوش جرينات فلفل باش نزينوا بهم. نصب شويه زيت قبل زي زيتونة بالطبيعة، نقرينة فلفل باش نغلو في الأول، نقلوهم شوية. تويك باش نمرقهم شويه مي، خلوه يغلي شويه ومن بعد نرمي الخضره. تو باش نصب شويه الحمص هذوما، وخلوه يغلي في عقله. توا باش نرمو الخضره بتاع البركوكش، ونرمو البركوكش هذا ما شويه بصل، هذا يصف الناريه، وهذا البركوكش. نزيدو شوية زيتونة شوية ماء. بركوكش طري موش شمسي. خلو يبوخ نرجع بعد شوية. توا البركوكش نتاعنا حضر، باش نسقيو. البركوكش يحب الصوص، إذا باش نقشقو شوية بالصوص ويتشرب من بعد ما عادي يعني. تو باش نزينو الساج الأخير. كرينة الفلفل،
اليوم طبقنا بالكوكش بالعلوش حضر، ان شاء الله تكون اعجابكم، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير معكم شفاتنا بالمطعم الترقي بالحامه ولاد يافس.